هاي يا برج القوس، يا برج الناري، يا برج المميز المتفائل دائما بطبعك، طبيعتك دائما متفائل، بتحب الفرح وبتروحك جميلة وبتتمتع بالذكاء والاستقامة والفلسفة، بس هذا تفاؤلك المفرط الزايد هو اللي عم يسبب لك خيبات أمل، عم يسبب لك سلبيات بحياتك. يعني في عندك شيء عام بالتعامل مع الآخرين وشخصيتك قلقة دائما، مشان هيك انت بتحسس نفسك بالتفاؤل هو بطبيعتك، بس لازم تكتك بطريقة طبيعتك انك تكون متفائل بالوقت المناسب، تكون متفائل بطريقة كتير حلوة جميلة ورائعة. ايها الرائع يا برج، تفاؤلك الزايد مريت الضياع كتير كتير قوي، مشان هيك وما تعلمت من الاوضاع اللي انت بتعيش فيها، مشان هيك هذا الشهر اوغست شهر العلاقات الحلوة، العلاقات الجديدة، العمل، الشهرة، هو اللي حيخليك تنطلق بحظوظ ونجاحات جديدة. مشان هيك حاول هذا الشهر، شهر أوغست، يكون إلك استرخاء، تأمل، تزبط وضعك، تزبط حياتك، تعلي ثقتك بنفسك، تشوف المتعة، التغيير بالحياة، طاقتك الإيجابية هلأ كتير حتقدر تكتسبها بهذا الشهر. مشان هيك حتسيب نجاحات كتير هائلة لآخر الشهر وتكتسبها إذا عرفت تنسق أمورك من أول الشهر. لحتلاقي نفسك مليء بالطاقة ومشرك بين جميع الناس، حتكون أنت مميز وتشوف التميز هذا بأم عينك. بس النسبة تبع اللهم صل على النبي، العاطفية عندك شوي نازلة بدك تهتم، أما مهنيا وماليا وعاطفيا وصحيا أنت جدا جدا ممتاز، وشهر أوغست لح يعطيك يلي بدك يا ملاحظة. أنت من أكثر المستفيدين من هذا الشهر من كل الأبراج، ترى لو عرفت تتصرف لح تعمل على نفسية راحتك ولح تاخد نفس عميق. اشتغل على النفس العميق يوميا مرتين وثلاثة وأربعة، عملها وانطلق، ساوي التنفس العميق وقوم انطلق وشوف شلون انت حتنفس كل مبتغاك وكل الأشياء اللي انت بتحبها، لأنه تفاؤلك الزايد عم يضيعك بدون ما تحط له أهداف تمشي عليها وأفكار، وتشارك أفكارك بخيالاتك. دائما الفكر إذا بعيد عن الخيال بيضيع الإنسان، وإنت من هذا النوع، حاول تكتسب الأشياء هاي مشان تكسب يا برج القوس. أما الساعات الحلوة الجميلة والأيام المميزة بهذا الشهر لإلك، يوم 8 و9 و10 و11 الشهر، هدول مميزين عندك، القمر كامل، طاقتك كاملة، حاول إنك تستغل انك تطلع السموم من جسمك، حاول انك دائما تعمل مساجات لعضلاتك مشان تعمل باسترخاء، تسترخي دائما مظبوط، حاول تهتم باظافرك، اهتم دائما بشعرك، حاول انك تهتم دائما بالزيوت العطرية وخصوصا اللافندر، هذا كتير بيريح لك من اعصابك، والياسمين، واو قديش حتكون مميز. يوم 8 الشهر رح تبدا الساعة 23 و34 دقيقة، ورح تنتهي ان شاء الله الساعة 57 دقيقة، بتكون انت كتير اخذت من الطاقة الايجابية، عملت تنفس عميق دائما، وقلت لك اهتم بالتنفس العميق وحتلاقي نفسك مميز جدا جدا. عمليات التجميل انت كتير كتير ممنوعة منك تماما، ممنوعة تماما، حاول انك تبتعد عنه، حاول بهالايام هاي تبتعد عن طبيب الاسنان، لانه ما حتنجح معك اي خلع سن ولا شيء، لح تتعب. مشان هيك انت حاول تهتم بالتأمل والاسترخاء والتنفس العميق
هن المهم إلك مشان تقدر ترضي ذاتك وتعلي ثقتك بنفسك وتكون بالمجتمع إنسان مميز، لأنه أصلاً أنت إنسان مميز بطبعك وطاقتك كتير عالية بطبعك، ابتعد عن السلبيات ولح تلاقي نفسك رجعت برج القوس اللي أنت متعود على نفسك فيه.